أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يوجد متشابه لا يمكن التوصل إليه يجب أن نقف عنده ولا نبحث عنه؟ الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فالله لم يستثني من القرآن شيئا لا يتدبر ويفسر بتفسيره الصحيح، هذا قول. القول الثاني أن هناك أشياء لكنها يسيرة، مثل الحروف المقطعة، يقولون هذه الله أعلم بمراده بها، فهي من المتشابه. وأهل القول الأول يقولون ليست من المتشابه، بل هي تشير إلى الإعجاز، تشير إلى الإعجاز، أن هذا القرآن معجز، فهو مركب من هذه الحروف، وأنتم عجزتم أن تأتوا بمثله. ولذلك ما يأتي حروف مقطعة إلا وبعدها إشارة إلى القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، وهكذا. تجد كل بعض الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن مباشرة، فهذا إشارة إلى الإعجاز، أن القرآن مركب من الحروف العربية التي تنطقون بها وعاجزتم أن تأتوا بأقصر سورة من سور القرآن. وهذا له وجه، الكلام هذا له وجه، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.